نزل ترشيحي وأعلن ترشيحي انتخابات 2024 فضل من الله وتوفيقه لتحقيق العدالة والمساواة وتصحيح المسار لبلدنا الغالي والعزيز. على كل مواطن كويتي ومقيم، وأتمنى من إخواني والشعب الكويتي أن ينتظر الأفضل. احنا حاليا كل مجلس ندش فيه يكون نفسه ويعيد انتخاباتنا ثاني مرة، فكل مجلس نفس الطريقة. وعندي يقين بعد أن المجلس القادم ما راح يكمل، يمكن يأخذ له كم شهر وهم بعد سيحل، وحنا ما نودنا في الشيء هذا. نبي بلدنا يزدهر ويكون مع الدول المتقدمة. سأم أهل الكويت سأموا من كل ما يضيقون عليهم أهل المتنفذين في الكويت، وخلني أكون أنا صريح ما أبي أجامل أحد، اللي ضيع الكويت هم المتنفذين والمتكسبين على ظهر الشعب الكويتي. لابد أن يكون للشعب الكويتي وقفة جادة لمصلحتهم هم أهل الكويت نفسهم، إن كان يبون لهم مصلحة، لأن تعبوا أهل الكويت من كثر ما ينزلون المرشحين والأعضاء نفسهم، ونفس الدوامة يتكلمون ونسوي وهم ما في ولا شيء يسووه بكل المجالات الكويت. وأنا من هالمنطلق هذا قبل أبدأ ودي أني أشكر وزارة الإعلام أولاً لخوض انتخابات 2023 بمسمى ترشحي تصحيح المسار، وأشكر وزارة الإعلام على رأسهم وزير الإعلام عبد الرحمن المطيري على أخذ شعاري اللي هو تصحيح المسار، وأشكر وزير الداخلية بذاته وشخصه فهد اليوسف وأنه كفؤ وما قام فيه أيام استلامه الوزارة وما قام فيه جولات صادقة لله، مو الأشخاص لله، وهو على حق، وأنا بالذات أأيده فيما عمله في وزارة الداخلية، وكان طريقته صحيحة 100%، بس ما يبون المتنفذين والمتسلقين على أملاك الدولة وسراق المال العام هم من ضيع الدولة. الشعب يؤن. وفيه موضوع ثاني بإذن الله متحدث فيه، ومنطلق أول شيء أني أبارك لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح على الشهر الفضيل، وهو مسماه أمير الحزم، وأنا أسميه في داخل قلبه الخير والسعد لأهل الكويت كل أبوها كافة. بإذن الله إذا تحقق أمان الشعب الكويتي في ذاته بإذن الله وحكومته الرشيدة ممثلة بالشيخ محمد صباح السالم، أتمنى من رئيس الحكومة والقيادة السياسية بأن يلتفتوا للشعب، وحنا داخلين على شهر رمضان وشهر كريم، أنهم يلتفتون للشعب الكويتي وأخواني
بالذات، ولا أبي أجامل ولا يقولون لي أنت جاي. لا، أنا ما جاي أجامل، أنا جاي أقول كلمة حق لله أولا وللشعب الكويتي. إخواني المواطنين الكويتين الذين لم يحصلوا على الجنسية، مشكلتنا بالمتسلقين على المعلومة هذه. أتمنى من الحكومة الرشيدة ممثلة في سيدي حضرة صاحب السمو حفظه الله ورعاه أن ينظر في عينه، ما نقول بالرحمة هذا، لا، إن شاء الله رحمهم رب العالمين، والله اللي ينصرهم. لا، نبي من الظلم اللي ظلموهم 35 سنة أو 34 سنة، ظلموا إخواننا الكويتين الذي لم يحصلوا على الجنسية. أنا ما أبي أقول أي كلام ثاني. أنا أرجو وأتمنى من رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد أن يبعث الرسالة هذه لسمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، أن لا يجامل المتنفذين واللي هم متسيطرين على الدولة. لا بد أن يجي الحزم عليهم. اكتفوا إخوانا الكويتيين بالإهانات والمذلة، وأنا حاس فيها وأنا مواطن كويتي. أتمنى في عدة خيارات وسريعة إذا يبونها، ويبون إخواننا أنهم يطلعون في البلد ويكون مواطنين كويتيين ويخدمون بلدهم. بفضل من الله في عدة خيارات. فيه الخيار الأول أنهم تعطيهم كبار السن الإقامة الدائمة لهم، وأن تعطي عيالهم وأحفادهم تعطيهم الجنسية الأولى بإذن الله، وأنت قلبك رحوم، لأن ما في الحياة، ما عاد بقى من الحياة كثر ما راح، تركض السنين فينا من طفولتي ليه وأنا هضلة، هم نفس مكانك راوح. وأهل المتنفذين اللي من 93، من 93 ليومك وهم بالتجنيس أخذوها متنفذين بالمال من واللي هم تجنسوا دفعوا المال الطائل واخذوا الجنسية، وهم لا يستحقون، بس الله يرزقهم، ما أقول لا، يرزقهم الله، بس ما دام انهم ظلموا اللي هو عنده إحصاء 65 وما قبل وعيالهم، ما عندي مشكلة، صحح المسار، انفض الكويت، خلها تطلع مع الدول المتقدمة، لا مكان حنا راوح مكانك للحين، ما سوينا ولا أي حاجة، بس وعود ما استفدنا من شيء منها. فأتمنى بإذن الله أن يكون صدركم شرح علي وتحملوني بإذن الله. في الثغرة الثانية اللي هي منطقة الحساوي، منطقة الحساوي هذه لا بد أن تثمن يا رئيس مجلس الوزراء. أتمنى منك بأسرع وقت ممكن، لأنها خطرة، فيها سجون داخل، وأظن أنكم تعلمون فيها، وأنا شاهد فيها وأنا شايفها، معتقلات داخلها، وغير اللي هم انتهي إقامتهم اللي 20 سنة واللي 15 سنة لحد الآن ما أخذ أحد فيهم ولا أحد طلع موجودين. فأتمنى من رئيس مجلس الوزراء أن يعطي مجال شهرين لهم اللي بيطلع من البلاد، والحمد لله حنا بخير بشهر رمضان، بدون لا تحاسبه، قل له توكل على الله وروح لأهلك، إن كان ما عليه أي شيء توكل على الله، لأن خلاص حنا بلدنا تعداد السكان 1,500,000 تقريبا، والوافدين فوق 1,500,000 تقريبا أو أقل، فهذا خلل في التركيبة السكانية.
وهذا من ضمن تصحيح المسار. أتمنى وأرجو من القيادة الحكيمة أن تأخذ كلامي بعين الاعتبار، وإن شاء الله لي ندوة ثانية بإذن الله، ومشكورين جزاكم الله خير. الدائرة الرابعة حمدان محمد العتيبي، بارك الله فيكم، مشكورين.